وللحديث حول هذا التصنيف الجديد ينضم إلينا من جدة علي الحازمي المحلل والباحث الاقتصادي. مرحبا بك علي. ما هو مدى تأثير التنوع الاقتصادي الحالي للسعودية في تعديل التصنيف مقارنة بارتفاعات أسعار النفط؟ نعم، اهلا اخي عبد الله بالساده المشاهدين. نعم، التنوع الاقتصادي هو واحد من الاسباب ان لم يكن هو السبب الجوهري في حصول المملكه على هذا التصنيف، ونلاحظ بان المملكه اليوم نتحدث عن ايرادات نفطيه وايرادات غير نفطيه. على الرغم من التحسن الملحوظ في اسعار النفط، الا ان المملكه ترى بان الايرادات الغير نفطيه هي المحرك المستقبلي للاقتصاد بشكل كبير. لذلك انا ارى بان التنوع الاقتصادي كان مهم، ولا ننسى ايضا طبعا الكوارتر الثالث او الربع الثالث من هذا العام، عندما لاحظنا بان المملكه سجلت فائض حقيقه في الميزانيه، وهذا واذا رجعنا الى ميزانيه العام 2021 نلاحظ بان العجز المرشح لهذا العام كان عند مستويات ال 141 مليار. اليوم نتحدث حقيقه عن ارقام ضئيله، ربما لذلك انا اتوقع بان العجز ربما بنهايه هذا العام يصل الى مستويات ال 80 مليار ريال، وهو اقل مما هو متوقع باكثر من 45%، وهذا له دوره، وانا متاكد بان وكاله التصنيف مودز اخذت هذا الامر بعين الاعتبار. ماذا عن القطاع المالي علي؟ كيف من الممكن ان يساهم تحسن التصنيف الائتماني على الخطط التوسعيه اقتصاديا في القطاعات غير النفطيه، خصوصا مع انخفاض تكلفة الديون؟ وهل ترى أن السعودية حققت الاستفادة القصوى من انخفاض تكلفة الدين؟ نعم، هذا حتما وشاهدنا حقيقة. لعلي أبدأ بآخر نقطة ذكرتها، شاهدنا بأن المملكة ذهبت إلى أسواق الدين إما بعملة اليورو إما بعملة الدولار، وقد نجحت في أخذ حقيقة نسب فائدة منخفضة، بل إن في اليورو أخذت بنسبة سالبة، وهذا أول مرة في يعني يعتبر أول مرة المملكة تحصل على هذه النسبة السالبة. لذلك أرى بأن تنوع أدوات الدين يعني إما بالريال أو الدولار أو اليورو كان لها دور كبير. المملكة أحيانا تصدر سندات خارج المملكة حقيقة حتى لا تضغط على السيولة الداخلية، وتعطي فرصة للقطاع الخاص يعني حقيقة ليحصل على هذه السيولة ليكون محرك للعجلة الاقتصادية. لذلك أنا أعتقد بأن ما حصل من عملية توازن ما بين الاقتراض الداخلي والخارجي، أيضا لا نستطيع إغفال جانب كفاءة الإنفاق. كفاءة الإنفاق لعبت دور كبير، ولعلي أؤكد بأن ما حصل حقيقة من فوائض أو حصل يعني انخفاض للعجز يعود حقيقة كفاءة الإنفاق كان لها دور كبير. ولاحظنا بأن هناك الكثير من المشاريع التي يعني تعمل حتى خلال الجائحة، إلا أن كفاءة الإنفاق حققت حقيقة بعض الفوائد لدينا. لذلك أنا أرى بأن هي جملة من المعطيات أعطت هذا التصنيف، ولا نستطيع حقيقة فصل واحد أي واحد منها على الآخر. وجود استدامة مالية، وهذا عنوان عريض تعمل عليه المملكة، الاستدامة المالية يمكن المملكة أولا من الوقوف على أرضية صلبة إما للذهاب للاقتراض خارجيا، أيضا وجود احتياطيات قادرة أن تدافع فيها عن العملة عن الريال السعودي، أيضا تعطي تضمينات لوكالة التصنيف وللدول العالمية بأن المملكة لديها ما يكفيها من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وأن استثمارات الخارجية ما يعطيها مساحة كافية حقيقة لتأخذ إما تصنيف مرتفع أو حتى تذهب إلى أسواق الدين. نعم، علي الحازمي من جدة المحلل والباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.